أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إعلان الأحزاب والقوى السياسية لتحالف جديد يدعم الشرعية والاستعادة الدولة. في سيئون بحضرموت أعلن عن إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الداعمة للشرعية، وقال نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري أن أغلب القوى السياسية منضوية تحت إطار التحالف وعددها 16 مكونا وحزبا سياسيا. أضاف جباري أن هذا التحالف يأتي استجابة لحاجة الساحة السياسية لإطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف دعم مسار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية. وأكدت الأحزاب والمكونات المنضوية تمسكها بخيار السلام القائم على المرجعية 3 وفتح الباب أمام كافة القوى السياسية ومكونات الحراك الجنوبي السلمي وثورة الشباب للمشاركة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أهداف تأسيس التحالف الوطني للقوى السياسية لدعم الشرعية، وأثار غياب الأحزاب السياسية عن العمل المدني والعملية السياسية. بعد أكثر من 5 سنوات من حالة الخمول التي اعترت المشهد السياسي نتيجة الانقلاب، أعلنت الأحزاب السياسية في البلاد تشكيل تحالف سياسي داعم للشرعية واستعادة الدولة. التحالف الذي أعلن من مدينة سيئون حيث يعقد البرلمان جلساته أطلق عليه اسم التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، ويضم 16 حزبا ومكونا سياسيا، وأعلن أنه يسعى إلى استعادة دور الأحزاب السياسية في مساندة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق بيان الإشهار. بيان الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أكد أيضاً تمسكه بخيار السلام المبني على المرجعيات 3، داعياً كافة المكونات الأخرى للمشاركة في التحالف واستعادة العملية السياسية. ويرى مراقبون أن هذا التحالف بات ضرورة ملحة لتفعيل العمل المدني واستعادة الأحزاب لدورها كتكتل واحد، خصوصاً بعد حالات الانقسام والتصادم التي طرأت عليها بفعل تشوهات المشهد السياسي في البلاد بعد الانقلاب. غياب الأحزاب عن الساحة السياسية أدى إلى بروز العديد من المكونات والحركات المسلحة التي ملأت الفراغ السياسي، عزز من وجودها ارتباطها بأجندات لا علاقة لها بالبعد الوطني، الأمر الذي لم يعق عملية استعادة الدولة فحسب، بل وباتت مهددة لوجودها. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، أمين عام التجمع الوحدوي الأستاذ عبد الله عوبل. أهلا بك أستاذ عبد الله. من سيئون. من سيئون، أعتذر عن هذا الخطأ، أرحب بك من سيئون إذن أستاذ عبد الله. بداية، إلى أي حد سيسهم هذا التحالف الجديد في إعادة الدور السياسي للأحزاب؟ أسمعك، تفضل أستاذ عبد الله. أسمعك. القيام التحالف الوطني للأحزاب السياسية في هذه المرحلة بالذات بالتزامن مع انعقاد دورة مجلس النواب يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشرعية ومؤسساتها. الأحزاب غابت فترة طويلة عن الساحة السياسية، الأمر الذي ترك فراغ لقوى مسلحة كما أشار تقريركم. في الواقع التحالف الحزبي الجديد هو يؤكد على التساند وعلى التكامل مع المؤسسات الدولة الشرعية ومنها مجلس النواب والحكومة. والتحالف طبعا واجب أن يساند عملية السلام وأن يساند إعادة بناء مؤسسات الدولة وأن يعمل على تقوية الروابط بين هذه المؤسسات. في الحقيقة التحالف الأحزاب السياسية هو رافد قوي من روافد الدولة ومن روافد التي يجب تدعيمها وتدعيم العلاقات بينها وبين مؤسسات الدولة الشرعية. طيب، هل جميع القوى السياسية المؤيدة للشرعية والتي هي ضد الانقلاب، هل جميع هذه القوى السياسية هي اليوم منضوية في هذا التحالف؟ في الواقع الأحزاب الرسمية والأحزاب الكبيرة والأحزاب ذات التاريخ العريق هي منضوية تحت هذا التحالف، فمعظم المنظومة الحزبية هي في الواقع قد تضمنها هذا التحالف السياسي. الغير منضوي والغير موجود في هذا التحالف، ما الذي منعه أو أعاقه من الالتحاق بهذا التحالف؟
يعني في الحقيقة أنا أن الأحزاب لا أرى أن أحزاب أخرى موجودة خارج التحالف. ليس بالشرط كأحزاب، كقوى سياسية، ككيانات سياسية ربما نشأت بعد الانقلاب. يعني ككيانة كقوى سياسية الأمر يتعلق بالحوار المستقبلي مع القوى والكيانات السياسية الأخرى التي لم تنضوي. يعني أتكلم عن الأحزاب السياسية التي هي ضمن المنظومة الحزبية. لأن التساؤل المثار الآن، ما الذي يمنع بعض القوى السياسية أستاذ عبد الله من المشاركة في هذا التحالف، بما أن القاسم المشترك وعمود الارتكاز الذي جمع كل هذه القوى السياسية في هذا التحالف هو دعم الشرعية، وبالتالي يفترض أن كل هذه القوى السياسية الموجودة اليوم في صف الشرعية أنها متفقة على هذا الهدف، استعادة الشرعية والدولة. يعني هو المنظومة الحزبية والكيانات السياسية الكبرى قد تضمنها هذا التحالف، لكن في كيانات وقوى سياسية لا يمكن تضمن الجميع بدفعة واحدة، لكن من واجب هذا التحالف الآن أن يقيم حوار مع بقية القوى التي لم تدخل بهذا التحالف، لأنه الحوار هو الذي سيوصل الآخرين لقناعة بأهمية هذا التحالف في هذه المرحلة بالذات. نحن نسعى إلى السلام ونسعى إلى إعادة بناء اليمن الجديد الموحد، ونسعى إلى بناء الدولة الاتحادية وتبديل مخرجات الحوار. هي مصلحة وطنية لجميع القوى السياسية بكافة اتجاهاتها ومجاربها، ولذلك نحن نتطلب نفس الصبر واستمرار الحوار مع القوى السياسية حتى نأتلف كلنا جميعا في هذا التحالف. طيب ستبقى معنا استاذ عبد الله، وينضم الينا من الرياض القيادي في المؤتمر الشعبي العام ثابت الاحمدي. اهلا بك استاذ ثابت. اهلا وسهلا اخي العزيز والمشاهدين الكريم، اهلا وسهلا بكم جميعا. نشكرك لانضمامك معنا في هذه الحلقه من زوايا الحدث. اهميه هذه الخطوه التي اعلن عنها التحالف القوى السياسيه اليمنيه، وكيف تنظر الى ان بعض القوى والكيانات السياسيه ما زالت ترفض، أو هناك أسباب لديها تمنحها من الانضمام والانضواء تحت هذا التحالف الداعم للشرعية؟ عزيزي، هذه الخطوة أولا جاءت ضمن يعني الموقف الوطني الكبير ضد الميليشيات أو ضد الكيان الإمامي الذي انقلب على الجمهورية في 21 سبتمبر 2014، ولا تزال، وإلى جانب أيضا خطوات سبقته وربما تلحقه أيضا إجراءات أو كيانات أو منتديات أو روابط أخرى، كلها تصب في سبيل الحفاظ على الجمهورية ومناوئة ومجابهة ومكافحة الإمامات بشتى الوسائل والسبل. مسألة بقية القوى إن وجدت التي لم تنضم، أنا أقول في الغالب يعني أغلبية القوى أو غالبية القوى السياسية اليمنية ممثلة بالأحزاب التي تم الإعلان عنها انضمت تحت يعني هذا العنوان أو في هذا الإطار، وإن بقيت بعض القوى الصغيرة فقد تشهد أو قد تنضم مع الأيام القادمة، وإذا بقي جزء منها خارج هذا الإطار فقد يناضل من موقعه وقد يكون له أيضا ظروفه الخاصة نحمله على محمل الجد، لكنها بشكل عام لا تؤثر ولا تؤثر كثيرا، لأن أغلب القوى وأغلب الأحزاب وأكبرها أيضا منضوية تحت هذا الإطار، والذي سيساند حتما الشرعية وسيساند الجيش الوطني وسيساند قوى التحالف والمجتمع الدولي في استعادة الجمهورية واستعادة الوطن السليم من قبل الكيان الإمامي البغيض. طيب القوى السياسية المؤيدة للشرعية، يعني هي كانت موجودة ولها ممثلين ربما ما كان يعرف بالمجلس أو ما زال يعرف بالمستشارين الرئاسة قيادة هذه الأحزاب، ما الذي اختلف في هذا التحالف عن الشكل السابق الذي كان موجود؟ أي شكل سابق أنت تقصد يا عزيزي؟ القوى السياسية المؤيدة للشرعية يعني، والتي ربما تحدث ما اللقاء المشترك. لا عفوا، لم تكن منضوية جميعها من سابق في إطار تجمع أو رابطة محددة كالرابطة أو الكيان الذي أعلن عنه مؤخرا. صحيح أغلب القيادات منضوية في إطار الدولة كمناصب رسمية تسعى من جهتها، لكن هذا التجمع أو هذه الرابطة الجديدة هي إلى الجانب الشعبي أقرب منها إلى الجانب الرسمي. طيب قال الأستاذ عبد الله عوبل أن هذا التحالف سيشكل دعم قوي للشرعية، ما هي عوامل القوة التي تمتلكها اليوم هذه القوى السياسية المضوية في هذا التحالف للدعم في معركة استعادة الدولة؟ يعني
هناك عدة عوامل بالطبع وأهمها رهانة الشعب. هذه القوى اليوم الموجودة ويأتي على رأسها المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الإشراك اليمني، الوحدوي الناصري، الرشاد السلفي وغير هذه أيضا من بقية المكونات التي انضمت. هذه قوى فاعلة على الساحة لا يستهان بها أبدا، إضافة إلى دعم الإخوة في التحالف العربي ودعم المجتمع الدولي لها. كل هذه عوامل متراكمة ومجتمعة بالتأكيد ستفضي إلى استعادة الوطن وإلى استعادة الشرعية واستعادة الدولة، وسيجد الحوثي نفسه بعيدا هناك في الكهف يلفظه الشعب اليمني ولن يقبله بعد اليوم مطلقا. طيب سأعود لك أستاذ ثابت، أعود مرة أخرى أستاذ عبد الله. عبر أستاذ عبد الله، إذن هذا التحالف هو قد يفهم البعض بأنه بديل عن اللقاء المشترك. لا، اللقاء المشترك يعني قد تفكك من فترة، يعني قد حل اللقاء المشترك. هذا التحالف هو تحالف لكل الأحزاب السياسية، هو تحالف على أسس، على أساس البرنامج التنفيذي في الوثيقة في العمل السياسي. هذه الوثيقة تحدد مهام، وهي مهام أيضا من ضمنها حتى مراجعة عمل الشرعية ومراجعة القوانين بالقوانين، خاصة قانون الخدمة المدنية، تهيئة عدن كمدينة كعاصمة يجب أن تكون نموذجية في أمور كثيرة. الآن يسعى البرنامج التنفيذي دفع إلى تحقيق هذه المهام لتحدث نقلة في عمل الشرعية. طيب أستاذ عبد الله، في هذا التحالف ما الأولويات لكم الآن التي ستعملون عليها؟ نحن عندنا أولويات، الأولوية الأولى يعني استعادة الشرعية، والأولوية الثانية هو تحسين الخدمات في المناطق المحررة ودفع رواتب الموظفين. على هذه المهام على الحكومة، ونحن سنضغط باتجاه تحقيق هذه المهام. طيب السلطات التنفيذية والمناصب الموزعة اليوم والتعيينات، هل يفترض أن يعاد النظر فيها بعد تشكيل هذا التحالف، وأن تكون كل القوى المنضوية في هذا التحالف موجودة؟ لا، نحن لا نفكر بهذه الطريقة. نحن نطالب بتصحيح التعيينات المخالفة للقوانين. في تعيينات تجاوزت قانون الخدمة المدنية، وتقريبا قمت قانون الخدمة المدنية ولم يعد، هذا أمر مخالف وسيؤسس لمشكلات كبرى وسيؤسس لحساسيات بين الناس. نحن نريد تصحيح هذه التعيينات وفقا لقانون الخدمه المدنيه، شروط الخدمه على الوظيفه يجب ان تطبق. طيب اشكرك جزيلا استاذ عبد الله عوبل من عام التجمع الوحدوي، كنت معنا من سيئون، وارحب بضيفنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي نبيل بوكيري. اهلا بك استاذ نبيل. اهلا وسهلا بك. برأيك ما هي أهداف تأسيس هذا التحالف الوطني لأحزاب والقوى السياسية اليمنية، وكيف تنظر لما نشر بعد الإعلان عن هذه الخطوة فيما عرف بالوثيقة السياسية لهذا التحالف؟ وثيقة الأحزاب السياسية أو تشكيل المجلس التحالف الوطني السياسي هو مشروع ربما سياسي له أكثر من عامان، وهو يتم التحضير له والإعداد له من قبل القوى السياسية، وهي محاولة لاستئناف الحياة السياسية، وخاصة في إطار التجريف الكبير والممنهج للعمل السياسي في المناطق، سواء التي سقطت تحت سلطة الاحتلال والتي تعيش تحت سلطة الانقلاب في صنعاء وما حولها، أو حتى المناطق المحررة التي يمانع فيها استئناف الحياة السياسية وعودة مؤسسة الدولة. نحن نعاني من جفاف وتجريف الحياة السياسية سواء في مناطق المحررة أو في المناطق التي لا زالت تحت سلطة الانقلاب. بالتالي أهمية عودة التحالفات السياسية وعودة تشكيل تحالف وطني يكون في رأس أولوياته هو استعادة العمل السياسي في البلاد، واستعادة الدولة واستعادة الشرعية مقدمة على أي اصطفافات أخرى وعلى أي بوادر أخرى. لكن من الأهمية بمكان أيضا التذكير إلى أن هذا التحالف السياسي هو بدرجة رئيسية لإنعاش العمل السياسي مجددا، والحفاظ على هذا التعدد وعلى المنهج الديمقراطي الذي عرف عن اليمن طويلا باعتبارها جمهورية ديمقراطية، وأن العمل السياسي هو عمود أي عمل سياسي قادم وأي اصطفاف سياسي في الحالة اليمنية. طيب أستاذ نبيل، برأيك ما هي الأدوات التي يمكن لهذا التحالف العمل من خلالها، وأيضا المساحة التي يستطيع التحرك فيها؟ طبعا نحن نعرف يقينا كيف سقطت الجمهورية اليمنية في 21 سبتمبر 2014،
كانت البوابة الكبيرة التي دخل منها الانقلاب هي بوابة الصراعات السياسية التي كانت بين الأحزاب. وبالتالي اليوم لاستعادة هذه الجمهورية التي سقطت وهذه البلاد التي سقطت يجب أن نستعيد أن نصلح البوابة والمدخل الرئيسي للجمهورية وهو النظام السياسي والتعددية السياسية. المفتاح لذلك هو أن نستأنف هذا النشاط السياسي من خلال إعادة تعطير بنى سياسية جديدة. هذه البنى السياسية تقوم على آلية عمل جديد، على رؤية جديدة، على أهداف جديدة. تكون في القلب من هذه الرؤية هو استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب، لتأتي كل القوى السياسية تحت هذا البند لتقاتل وتتحمل كامل مسؤولياتها وأعبائها الوطنية في هذه المرحلة، حتى لا يتسنى أو حتى لا يترك الباب مفتوحا أمام المكايدات والصراعات السياسية الإعلامية اليوم حول من يحتكر الوظيفة ومن يحتكر النضال ومن يحتكر. لا، هناك يجب أن تكون الساحة السياسية كتلة واحدة وتيار واحد بهدف واحد، وهو هدف مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة في المناطق المحررة التي تعيش حالة قطيعة سياسية. طيب عود للأستاذ ثابت. أستاذ ثابت، هل سنشهد حالة تعافي لحزب المؤتمر الشعبي العام مع الإعلان عن هذا التحالف والتكتل السياسي الجديد؟ عزيزي دعني أقول لك في البداية، ما يجري داخل المؤتمر الشعبي العام هو جزء مما يجري للدولة. نحن في الوقت الحالي يهمنا إعادة الدولة. الدولة تمثل الأم، وما يجري للاضطرابات داخل الجنين هو جزء من اضطرابات الأم. الحالة التي تعتر اليمن اليوم بشكل عام ليست في المؤتمر الشعبي العام، وإن كانت في المؤتمر الشعبي العام هي الأبرز. كل الأحزاب السياسية اليوم تعاني اختلالات بنيوية داخلها، بما في ذلك الإصلاح الاشتراكي، الناصرية، التجمع الوحدوي إلى آخر، كل الأحزاب إنما على تفاوت. وقد يكون فعلا المؤتمر الشعبي العام أبرز هذه الأحزاب التي تعاني من اختلالات بنيوية داخله بسبب التصدعات التي أعقبت الحزب ابتداء 2011 ف2014، فآخر تصدع كان مقتل الزعيم وإلى اليوم لا تزال بعض التصدعات. لكن لدينا أمل، لدينا بصيص من أمل، بل وأكثر من ذلك، بأن يشهد الحزب خلال الفترة القادمة بعض يعني تماسكاته وأن يعود إلى سابقه، بل نتطلع إلى أن يعود أفضل مما كان سابقا. هناك حوارات داخلية اليوم تجري، مؤتمرية اليوم تجري داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام لعودته متماسكا إلى الحياة السياسية بمواقف وطنية جمهورية سبتمبرية مشرفة، وأيضا لنفي الجماعات الخبيثة التي داخله والتي نخرت خلال ما يزيد عن 30 أو 40 عاما داخل المؤتمر الشعبي العام منذ تشكله وإلى اليوم. أتوقع أن لا تجد هذه الجماعة، هذه السلالة نفسها مكانا داخل المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة. طيب أستاذ ثابت، إذا كان يؤخذ على الشرعية اليوم أنها لا تستطيع التحرك وممارسة مهامها في مختلف التراب اليمني الذي هو تحت سيطرتها 80% من المساحة، هنا سؤال عن هذه القوى السياسية، هل هي قادرة على التحرك في كل هذه المساحة؟ وما هي المساحة اليوم المتروكة لها للتحرك فيه؟ وما هي أدوات القوة بيد هذه القوى السياسية اليوم؟ القوى السياسية كما قلت هي جزء من الدولة، لا يمكن لأي قوى سياسية أو جماعة أو تيار أو حزب أن يتجاوز الدولة مطلقا، ولا يمكن أيضا أن يتعافى بينما الدولة تعاني له. كل شيء مرتبط بالدولة، أعيد الدولة يعود كل شيء إلى مجراه الطبيعي. نحن اليوم أحزابا ومستقلين وجماعات وتيارات ومثقفين وسياسيين، مهمتنا الرئيسية ومهمتنا الأولى هي العمل على استعادة الدولة. بعد استعادة الدولة سيعود كل شيء بصورة طبيعية إلى مجراه، هذا هو الواقع. تعود للأستاذ نبيل بكيري. أستاذ نبيل بكيري، الهدف من هذا التحالف كما أعلن العمل على استعادة الدولة ودعم الشرعية، هل يمكن أن تبرز إشكالية أو ربما كما يطرح البعض اليوم أنه يقول سنأتي الآن أمام إشكالية جديدة فيما يتعلق بالمحاصصة في الوظائف والمناصب وربما سيحدث انحراف في الأهداف؟ في هذه المرحلة أنا باعتقادي المسألة لا تتوقف على مسألة المحاصصة الوظيفية، لأنه بالأساس ليس هناك وظائف الآن. الدولة هي خارج، لا يزال جزء كبير جدا من رأس الدولة وهياكلها المؤسساتية كمجلس الوزراء أو حتى مجلس الشورى والنواب، معظمهم خارج البلاد ولم يعودوا ينتئموا إلا بصورة استثنائية قبل بالأمس. بالعكس، هذه الوظائف هي مغرية أستاذ نبيل، يعني والتي تم الصراع عليها الفترة الماضية، رواتب بالدولار وإقامة في خارج البلاد. يعني صحيح، لكن الآن في هناك مطالب واضحة وقوية من قبل
ناشطين ومن قبل سياسيين ومن قبل أيضا حتى كتل برلمانية في البرلمان تطالب بإيقاف العبث بالوظيفة العامة للدولة وإيقاف هذه الرواتب وصرف هذه الرواتب بالعملة الصعبة ويجب عودة الحكومة وكل الموظفين الدولة إلى الداخل اليمني. أنا باعتقادي هذه ستكون خطوة مهمة فيما يتعلق بلملمة أجزاء الشرعية اليمنية وعودتها إلى الداخل من وحينها أنا باعتقادي سيتوقف مسألة الحديث عن تقاسم محافظة وظيفية في إطار هذه الرواتب المغرية والكبيرة التي يتم العبث بها من قبل السلطان أو من قبل الأجهزة التي تدير هذه العملية اليمنية. عود للأستاذ ثابت. أستاذ ثابت، هل هناك أي تخوفات من الذهاب نحو هذا المنحة فيما يتعلق بالمحاصصة وربما خلق إشكاليات أخرى ربما قد تكون بعيدة عن الأهداف الرئيسية التي تتعلق باستعادة الدولة اليوم ودعم الشرعية؟ في الواقع الحديث عن تقاسم محافظة وظيفية هو أمر البداية الأولى لاستعادة الدول والاستعادة الحكومات مليء بكل المخاطر ولا نستبعد وجود أي شيء من ذلك كله في ظل بعض التراخي الذي قد يأتي من القيادة السياسية. في الواقع كل شيء مرهون بالقائد ومرهون بفريقه ومرهون بقمرة القيادة، يعني قيادة الدولة بدرجة رئيسية. إذا استطاعت هذه القيادة أن تتجاوز الأمراض والعلل وتتجاوز الصدمات وتتجاوز شلل المصالح والنخب القبلية أو بعض النخب القبلية التي لها مصالح غير مصالح الدولة، من الممكن أن يؤول الأمر وأن يؤول الفعل السياسي والنشاط إلى إقامة الدولة وإلى استعادة الدولة بصورة أكبر كما يطمح الناس. لكن إذا تراخت القيادة السياسية فقد يؤول الأمر إلى ما هو أسوأ، ونحن نعمل أن نتجاوز كل العثرات. المشكلة اليمنية كما تعرف أخي العزيز والمشاهد الكريم هي مشكلة مركبة، ليست مشكلة واحدة. مشكلتنا سياسية اجتماعية اقتصادية، في أكثر من مشكلة في مشكلة واحدة، وليست قضية عابرة يحلها الساسة وينبون. ولهذا تعثر الحل طويلا منذ فترة نتيجة لتعدد أو تباين المجتمع اليمني نفسه، شمال وجنوب شرق وغرب، نخبة قبلية نخبة عسكرية نخبة، يعني المسألة كما قلت مركبة وليست قضية واحدة أو مشكلة واحدة تعد أو تحل من جانب واحد ويتعامل معها الناس والساسة من جانب معين. وهذه طبيعة المجتمعات الحضارية والجماعات التاريخية العريقة التي عادة ما تكون مثقلة بكثير من المسائل والقضايا التي لم تستطع تتخلص منها رغم أننا نعيش في القرن 21 ولدينا كثير من الدول تعيش نفس المشكلات كالهند على سبيل المثال، مثقلات بعض القضايا الاجتماعية التي لا تزال تعتبر ثقالة كبيرة من الانطلاق حتى الآن. أشكرك جزيلا ثابت الأحمد القيادي في المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا من الرياض. أعود للأستاذ نبيل في سؤال آخر. أستاذ نبيل، برأيك ما هي التحديات التي قد تكون اليوم أمام هذا التحالف وقد تعيق من تحركه وفعاليته؟ لا شك العوائق كبيرة، وأكبر عائق اليوم هو عدم العودة إلى الداخل. أنا اعتقادي هذا عائق جوهري فيما يتعلق بعمل وأداء شرعية. بعد ذلك أنا باعتقادي المسائل الأخرى هي مسائل روتينية يمكن تخطيها من خلال آلية العمل التي سيتم الحديث أو التي تم الإعلان عن جزء كبير جدا منها فيما يتعلق بخطة العمل والآليات التي ينبغي أن نشتغل عليها في المرحلة القادمة. لكن تبقى العائق الأكبر اليوم هو عدم وجود الشرعية في الداخل، هو عدم الانشقاقات الكبيرة الموجودة اليوم والتي يحاول هذا الائتلاف الوطني أن يعمل على لملمة الصف. بعد ذلك أنا باعتقادي كل شيء ممكن الاشتغال عليها وتجاوزها بسهولة إذا وصلنا إلى أو تجاوزنا خط الإعاقة الأول وهو مسألة بقاء الحكومة وبقاء الشرعية وبقاء هذه القوى السياسية خارج الوطن. أشكرك جزيلا نبيل بوكير الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة. في الختام تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.